اللي هقوله لك ده هيخلي صحتك 100%. بس تسمع الكلام، الشبع اخطر ما يصل اليه الانسان، اخطر حاجه في الدنيا الشبع. هاقسم لكم بالله ان اللي هقول لكم ده مهم جدا جدا جدا، ولو كل واحد اتبع اللي انا هقوله هيبقى صحته حلوه جدا جدا. انت عايز ايه في الدنيا غير صحتك حلو؟ هو في معنى لاي حاجه بدون صحه؟ انت بتشبع بكام طريقه؟ بطريقتين. انت بتشبع بطريقتين. فالطريقه الاولى المعده كده، اكلت بقيت كده، اكلت بقيت كده، اكلت بقيت كده. لما بقت كده العصب اللي هنا اشتغل، راح لمركز الشبع في المخ، قال له كفايه. الطريقه الثانيه هاكل واستنى شويه، قلت شويه صغيرين كده وصبرت، الاكل هينزل في الامعاء، في نهايه الامعاء في عصب يبعت للمخ يقول له الراجل ده خد حاجته، خد كفايته. تقوم تحس انك شبعت.